السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ إن شاء الله دي المحاضرة الثامنة، نتكلم لسه على أوتوديسك انفنتور 2019. معاكم مهندس محمد علي. إحنا إن شاء الله هنكمل اللي إحنا كنا بنقول المرة اللي فاتت. إحنا آخر حاجة المرة اللي فاتت وقفنا عنها كانت كنا بنقول أنواع الكونسترينت، التانجنت كونسترينت والبربنديكولار كونسترينت والبارلل والفيكسد والفيرتيكال والإيكوال أند سو أون. اتكلمنا عن كل الحاجات دي المره اللي فاتت، وعرفنا ازاي نعمل الكلام دوت بمسائل، وعرفنا كمان ازاي نحط الدايمنشنال، وقلنا خد بالك يفضل ان انت دايما تبدا انك تخلص الكونسترينت بتاعتك وبعدين تعمل الدايمنشنز، وقلنا ان المسائل دي انت ممكن تعملها دلوقتي في السكتش. تمام، طيب هنبدا بقى نخش ان احنا نعمل 3 دي موديل. فاول حاجه، اول اوبجكتيف عندنا ان احنا ندفاين السكتش فيتشرز والاتريبيوت بتاعتها او الصفات بتاعتها. يعني اصلا كلمه سكتشد فيتشر، يعني ايه كلمه سكتشد فيتشرز دي؟ سكتشد فيتشرز مقصود بيها ان انت اوريدي كان عندك 2D، زي ما اتفقنا كان عندك 2D، وبعد كده بنيت عليه البيز بتاعك او بنيت عليه الموديل بتاعك، فده كده معنى كلمه سكتشد فيتشر. تعال نبص عليها مثلا كده. يعني عندنا مثلا نعمل سكتش على الاكس واي بلين، مثلا نرسم مثلا دايره اقول له فينش السكتش، مجرد ما اقول له اكسترود عمل اكسترود عادي اللي هي يا شباب للدايره بتاعتي. طيب كنت عايز اقول بس ملحوظه الاول، خد بالك ان السكتش بتاعك لما انت جيت رسمته وطلعت عملت فينش سكتش اوريدي معمول كده سكتش واحد، وقلنا العلامه دي معناها ان هو اصلا مش فولي كونسترينت لسه. يعني انت لو عايز تعمل فولي كونسترينت تعالى اعمل فولي كونسترينت عشان نراجع اللي احنا كنا بنقوله. طبعا دي دايره ما فيهاش اي مشاكل، يعني مجرد بس ما هديها البعد بس خلاص هي تبقى كل فولي كونسترينت. تعال نقول ان هي الدايره بتاعها 10، مكتوب ان هي خلاص فولي كونسترينت، اقول له خلاص فينش، الشكل اتغير اهو بقى ده شكل البن دي. لما تلاقي البن دي معناها ان هو فولي كونسترينت خلاص، اقول له اكسترود. طيب خد بالك ان السكتش كده بنسميه ان كونسيومد، يعني ايه؟ هو غير مستهلك، هو لسه اصلا انت ما استعملتوش في اي فيتشرز خلاص. طيب مجرد بقى ما تستعمله في فيتشر هيبقى ايه يا شباب؟ هيبقى كونسيومد بقى. اهو لو انا قلت له اكسترود ماشي خليها 10 مللي زي ما هي كده، مش هتلاقي اصلا السكتش. السكتش اصلا بقى ضمن الايه الفيتشرز اللي انت خدته، هو خلاص بقى دخل جوه الايه؟ جوه الفيتشرز بتاعك. ماشي الكلام؟ اهو خلاص ممكن تخليه فيزابل، يعني ممكن تقول له فيزابل، تبص تخليه يبقى فيزابل عادي، او تخليه ان ايه؟ الفيزابيلتي تقفل الفيزابيلتي بتاعته. المهم يعني ان ده اسمه كده ساعتها، ان ده كده اسمه كونسيوم، ده خلاص انت استهلكته جوه الاكسترود ده. طيب ممكن ترسم تاني عادي سكتش تاني فوق مثلا هنا، وارسم مثلا اي حاجه هنا، ممكن ارسم لو انا عايز استعمل عايز استعمل الدايره دي معايا، ممكن اقول بروجكت الكيرف ده خلاص واقول له استعمله معايا، هاخد مثلا اعمل لاين كده. استعمل الاين، ممكن اعمل كده وبعد كده اعمل له ترم راحتي يعني، بس اقول له فينش السكتش، واجي اقول له اكسترود تاني الجزء ده مثلا مسافه، اي مسافه نفترض مسافه مثلا 5. طيب يبقى ده كده معناه ان ده اسمه ايه يا شباب؟ اسمه سكتش فيتشرز، ان انت اوريدي بتبني الموديل بناء على 2 دي رسم انت رسمه. وهتلاقي برضه السكتش التاني بقى كونسيومد جوه الايه؟ جوه الاكسترود التاني اللي انت عملته، خلاص؟ يبقى احنا عرفنا عليه كلمه سكتش فيتشرز وايه الاتريبيوتس بتاعتها. طيب تعالى بقى نستخدم الاكسترود تول، احنا استخدمنا اوريدي اكسترود تول عشان نعمل اكسترود الفيتشرز. طب تعالى نشوف ايه اللي بعد كده؟ الاوبريشن بقى والاكستنت ترمينيشنز اوبشن والادنج 3 دي فيتشرز. تعالى بقى نشوف شويه تحابيش كده في الاكسترود. مبدئيا كده هل انا ينفع افعل اي واحد من اللي انا كنت عامله واعمله ايديت؟ لو انا جيت اكسترود 2 ده هتلاقي فيه حاجتين اتنين، هتلاقي فيه التول بار دي، ودي بيسموها الميني تول بار، الميني تول بار يعني حاجه صغننه، يعني انت ممكن تستعمل دي او تستعمل دي. طب افرض انا بشتغل ومش لاقي دي اعمل ايه؟ اخش على الانفايرمنت، سوري اخش على الفيو على اليوزر انترفيس افعل اللي هي الميني تول بار. يعني انا ما كنتش مفعلها، تعال بص فيها تاني على الاكسترود مش هتلاقيها ظهرت اصلا. طيب عشان تفعلها تعمل ايه؟ تخش على اليوزر انترفيس وتفعل الميني تول بار.
طيب تعال نفتح تاني edit، نعمل له edit، ممكن ادوس كليك يمين او edit، edit features، سوري انا قلت edit sketch، معلش edit features، هدوس عليها تكتين. طيب خلاص انا عشان فعلت الميني تول بار اوريدي هي موجوده هنا. طيب انت ممكن تعمل ايه؟ اول حاجه ممكن تدخل هنا قيمه ديستانس اللي هي بتاعت الاكسترود، ممكن تخليها 10 مللي، ممكن تخليها 20 مللي، انت حر. خلاص طيب ممكن ايه تاني؟ ممكن اغير الدايركشنز، انا مش عايز اخليه مش عايز اخلي الدايركشن فوق، انا عايز اخلي الدايركشن في عكس الاتجاه. ينفع تخليه في عكس الاتجاه؟ لو دوست اوكي مثلا يقول لك ان في مشكله، في بروبلم اصلا في الموضوع ده، يعني هو جاب لك الايرور اللي انت شفته ده ويقول لك يعني ملوش معنى اللي انت عملته ده. طب ايه المشكله؟ ان انا المفروض كنت اقول له لا انا عايز اعمل سبتراكت، انا عايز اقطع منه الايه؟ من البارت ده الجزء، فقطع منه الايه؟ الجزء اللي انا عملت له ايه؟ اكسترود ده. ما احنا عرفنا اول حاجه ان انا ان دولت ان ده لو انا عايز اعمل له اد، ده لو انا عايز اعمل له سبتراكت ممكن اطلع الانترسكشن فيبقى لي الجزء بس، يعني ده الانترسكت بين الاثنين، ما بين الاكسترود ده وما بين الاكسترود الثاني ده الانترسكشن. خلاص انت عندك ثلاث حاجات ممكن تعملهم، يا اما تعمل اد ماتيريال، يا اما تعمل سبتراكت البادي اللي انت عملت بيه اكسترود، او تطلع الانترسكشن بين الاثنين. خلاص دول الثلاث حاجات اللي عندك. طيب تعال نرجعها ثاني نخليها لفوق. خلاص ونقول له ايه؟ اد ماتيريالز. خلاص بقى هو الاثنين دول بقى بادي واحد وتعمل لهم اد مع بعض. طب ايه تاني ممكن نعمله؟ ممكن اخلي البادي اللي انا كنت عامله مثلا اكسترود في الاول ده ممكن ما اخليهوش بادي، ممكن اخليه شيت. يعني ايه؟ تعال نبص كده. لو انا جيت هنا مثلا وانا كنت بعمل الاكسترود، يعني رجعت تاني للسكتش عادي خالص وجيت اقول له اكسترود، وجيت اقول له الاوتبوت بتاعي يبقى شيت وقلت له اوكي، فالاوتبوت بتاعك بقى شيت، ما بقاش ايه؟ ما بقاش بادي. فانت عندك الاوبشن تخليه شيت او تخليه ايه؟ تخليه بادي. طيب ايه كمان؟ عندك هنا في المور لما تخش جوه المور تاب ممكن تعمل ايه؟ ممكن تعمل تيبر، ممكن تعمل تيبر او درافت. يعني انا قلت له مثلا عايز اعمل تيبر على زاويه 30 درجه مثلا، فيفتح لك التيبر زاويه 30 درجه. ممكن تخليها بالماينس، ممكن تقول له انا عايزها بالماينس 30 مثلا، ماينس 30 فيخليها لك بالماينس. فممكن اعمل تيبنج جوه الايه؟ جوه الاكسترود نفسه. طيب يعني مثلا عندي البارت ده، ممكن انا مثلا اجي اعمل سلوت هنا مثلا سكتش، هنا سكتش، ممكن اجي اعمل سلوت كده مثلا. انا طبعا مش عامل اي كونسترينت ولا حاجه، بس عملت ايه؟ عملت سلوت. لو جيت قلت له مثلا اكسترود، هو يفهم ان ده اخر كلوزد سيكشن انت عامله، فهو خلاص هيديتكته لوحده. طيب لو جيت هنا بقى في الـ في الـ في الـ في الـ في الديستنس قلت له لا انا عايز اعملها ثرو اول، خلاص كده تاني معلش اهو اكسترود، واخترت البروفايل ماشي، معلش اخترت البروفايل، فهقول له ثرو اول، هو هيفهم هيديتكت لوحده ان انت عايز تعمل سبتراكت، عايز تعمل كات. ومجرد ما انا قلت له ثرو اول والاكستنس دي اول واحده في الاكستنت ايه؟ ان انت تعمل ثرو اول، فيعمل لك الايه يا شباب؟ هيعمل لك الايه؟ هيعمل لك الاكسترود كات على طول. طالما انت بتقول له ثرو اول ابادي فهو بيشوف هيعمل ايه، اكيد مش هيقاد ماتيريال، يبقى اكيد هيطرح الماتيريال. طيب تعالى نشوف الايه المميزات اللي جوه الاكستنت مثلا. اول واحده مثلا موجوده في الاكسترود مثلا to next face او body، يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو عملت مثلا بلين اوفست بلين مثلا من هنا على بعد 5 مللي مثلا وقلت له سكتش على البلين دوت واعمل لي بروجكت كده للدايره دي واللاين ده واللاين ده مثلا، يعني سوري خلاص كده قلت له فينش السكتش. لو جيت قلت له اكسترود واخترت انا الجزء ده والجزء مثلا ده افترض يعني، وانا قلت له تو نيكست بودي او فيس هيعمل ايه؟ هو هيديتكت لوحده
فين البادي والفيس اللي هو انت عايز توصلهم له، اللي هو البادي اللي عندك في الموديل، وهيروح ايه عامل اكسترود لحد عندهم على طول. لو انا قلت له اوكي خلاص هو هيروح عاملها لوحده وعملها لك ان هم بقى بارت واحد. يبقى ده اول واحده جوه الاكستند، ان انا اقول له تو نيكست. تمام. طيب ايه اللي بعديها؟ طيب تعالوا مثلا نرجع بده، خلي ده زي ما هو. لو انا جيت قلت له اكسترود وخدت المره دي ده اللي هو الجزء ده، طيب وقلت له ممكن من هنا وممكن من هنا براحتي تو سيلكتد فيس، هو هيقول لي طب هو فين الفيس اللي انت عايز سيلكت لحد عنده؟ هقول له هو ده. فهيفهم ان انا عايز اعمل اكسترود لحد الحته دي، فاقول له اه طب هو هيعمل ايه؟ ده واضح ان هو هياكل من الماتيريال فهيعمل لوحده كت، فاقول له خلاص ماشي اوكي. تمام. يبقى في فرق بين اكسترود تو نيكست فيس او بادي وتو سيلكتد فيس. يعني انا كنت ممكن برضه اقول له اكسترود لده واجي اقول له هنا تو نيك تو سيلكتد فيس وبادي، واقول له هو ده الفيس انا عايزك ايه تكريت لحد عنده. فهي يعني هو كله بيأدي نفس المهام، المهم تبقى انت فاهم المعنى او اللوجيك. يبقى انا كنت ممكن ابدا من سكتش واوصل للبادي، لو انا عامل بادي وانا عايز اوصل السكتش لحد البادي فكنت اختار اول واحده دي اللي هي تو نيكست. لو انا كنت عايز سوري لو انا كنت عايز اوصل لحد فيس انا عامله اقول له تو. طيب تعالوا نبص مثلا لبيتوين. انا طبعا بوقف بس وبجهز الرسم عشان ننجز في الوقت. فانا لو عايز اعمل بيتوين مثلا فهقول له ماشي اكسترود عملت تو بلين اهو، انا عايز الشكل ده يتقطع هنا يعمل لي مثلا جروف هنا، فهقول له اهو اكسترود واختار الاريا اللي انا عايز اعملها اكسترود وهقول له بتوين الفيس ده والفيس ده، خلاص هو هيفهم ان انا عايز اعملها اكس ايه ان اكسترود كات. خلاص دي البتوين. طيب تعالوا نكمل. ايه اللي اصلا هي ايه اصلا اللي بعد كده؟ ايه اللي ناقصه؟ اول اللي هي ثرو اول زي ما احنا اتفقنا ان احنا كنا عملنا منها اول واحد اول سلوت ده. طيب اخر واحده اللي هي ديستانس فروم فيس. طب دي بتعمل ايه؟ يعني نفس المنطق برضه، اختار البروفايل بتاعي اللي انا عايز اعمله اكسترود، هيقول لي طيب فين هو اول فيس انت عايز يبقى هو ده الريفرنس بتاعي، اقول له انا عايز ابدا اعمل اكسترود من الاول هنا مثلا. طيب عايز ياخد من الـ من الـ من الـ من البلين بتاعك اللي انت شاورته ده قد ايه لفوق؟ ممكن اقول له مثلا كفايه قوي 6 مللي مثلا فيعمل لي المنظر ده يعني. خلاص. فانت كل واحده من دول اوقات في تتزنق وانت بتعمل موديل انك تحتاج تعمل حاجه منه. يبقى احنا كده عرفنا بالتفصيل كل الحاجات اللي جوه ايه يا شباب؟ جوه اكسترود. خلاص. طب هي ليه مهمه؟ لان كل المودلز كل الحاجات اللي هي في 3 دي هتلاقيها بنفس الفكر، هتلاقي فيها دايركشنز انك تعرف انك تبقى دايركشن فوق او دايركشن تحت او دايركشن في الاتجاهين. يعني ايه الدايركشن في الاتجاهين؟ احنا ما قلناهاش. يعني انا اخترت مثلا البروفايل ده وعملت كده فيعمل لك سيمتريك، يطلع المسافه اللي انت عاملها بس سيمتريك. طيب يعني 5 فوق و5 تحت. تمام. ايه تاني؟ خلاص يعني لو 10 كولون كانوا فوق اهم، لو كانوا 5 و5 يبقى اهم. يبقى احنا كده غطينا كل اوامر الاكسترود يا شباب، وعرفنا ان انا ممكن اعمل فيها تيبرت. مهم جدا تبقى انت فاهمهم كويس عشان هتلاقي ممكن تلاقي في الريفولف نفس الكلام، هتلاقي مثلا في السويب او في اللوفت نفس الفكره او نفس المنطق. خلاص. يبقى احنا عرفنا البار التول بار دي والميني تول بار دي، ده هو ده. عرفنا شويه الاكستنت اللي موجودين ومعناهم ايه. طيب يبقى احنا اتكلمنا على اخر حاجه ان انا الاوبريشن والاكستنت اوبشن وان ادنج 3 دي فيتشرز. طيب ايه اخر حاجه؟ ان انا ازاي اورينت سكتش بيزد على بلين او فيس موجوده في الموديل. احنا شفنا الكلام ده كتير قوي. يعني انا لو عايز ارسم على اي بلين من الموديل مجرد ما اقول له سكتش واختار البلين من الموديل هقدر ارسم عليه. ممكن نشوف حاجه بسرعه كده. يعني عندي موديل زي ده مثلا، ممكن اعمل سكتش على اي بلين منه، على اي بلين من الموديل، ممكن على البلين ده على البلين ده على البلين حتى المايل. يعني ممكن اجي على البلين المايل ده وارسم اي رسم، افترض مثلا دايره مثلا اهو، ارسم عليه خالص هو دايره اقول له فينش. ها
ارسمها لي على الايه على البلين ده على طول، بدون ما حتى ما اقول له اعمل بلين ولا حاجه. ممكن تعمل بقى اللي انت عايزه، ممكن تخليها سبتراكت، ممكن تخليها زي ما انت عايز. خلاص كده يا شباب، واحنا كده اتكلمنا عن كل الحاجات دي بالتفصيل. نعمل اوفر فيو كده، نراجع بسرعه كل اللي احنا عملناه. احنا عرفنا ازاي نكريت الموديل 3 دي بيزد على سكتش 2 دي، وسمينا ده اسمه سكتش فيتشرز، او بنسميه بيز فيتشرز، اي حاجه تمشي. عرفنا يعني ايه كلمه سكتش فيتشرز، عرفنا يعني ايه كونسيومد وان كونسيومد سكتش، وقلنا ان الكونسيومد السكتش بيبقى ان كونسيومد لحد ما انت تستخدمه في حاجه، يبقى ساعتها كونسيومد خلاص كده مستغل يعني. وعرفنا الميني تول بار، وقلنا ازاي لو انا مش عارف اجيبها اعرف اجيبها. وعرفنا الجوينت والكات والانترسكشن، قلنا لو انا عايز اعمل مثلا جوين خلاص يبقى الجسمين بقوا مع بعض ملحومين في بعض. لو هعمل سبتراكت يعني سبتراكت كات، هتلاقيني الجسم ايه اتفتح جواه. لو هعمل انترسكت هيبقى هو الانترسكشن هو بس اللي هيتبقى، يعني الجسمين مش هيطلعوا، هيبقى بس الايه انترسكشن بينهم. وعرفنا الاكستنت تو نيكست، يبقى انا لو عندي لو انا عم برسم سكتش من فوق كده وقلت له تو نيكست هو هيرجع حالي لحد البادي على طول. لو عايز اعمل تو اقول له والله انا عايز اعمل ده لحد الفيس اللي انت عايزه، فيروح عامل لك سبتراكت زي ما هو عمل كده فروم تو اللي هو بتوين تو فيسز يعني. وعرفنا كلمه ثرو اولز واكستنت ايه يا شباب، واكستنت فيسز. طيب اشكركم جدا، السلام عليكم.